نوجه كلمة للحكومة هذه ولسي محمد الغنوشي، شكون اللي قال له نصب روحك انت وزير اول؟ وشكون اللي قال لك انت شكل حكومة؟ علاش انت الشعب يقول لك ديكاج وانت ما زلت شادد في هذا الكرسي؟ يا اخي الكرسي رجعنا للكراسي اللي بالكل، راهو احنا قلنا كرسي ديفال ما يلصقش، بدا يحب يلصق من تو، راهو ما عندوش حتى شرعية وما عنده حتى مشروعية. والوزراء اللي هما في التجمع واللي هما حطمنا سي محمد الغنوشي استهزاء بالشعب ووقاحة هذية بالشعب هذية، لازمهم هذوما حتى استقالة ما قدموهاش من التجمع، واحنا ما تهمناش يستقيلوا ولا ما يستقيلوش، هذوما عباد أزلام نظام، هذوما مش يحكمونا بالعصا وبالنار كما ريناهم أمس في تونس العاصمة، بالماء السخون وبالعصي وبالكرتوش وبالغاز، هذوما عباد لازمهم الصورة هي بيدها، ما تغير حتى شيء، 14 جانفي ولا 18 جانفي المسيرة اللي صارت والقمع اللي صار هو بيدو، أحمد فريعة نقولوا له كان عندك بحث علمي راهي الكليات محلولة وتمشي تكمل البحث العلمي بتاعك، ما تعملش علينا مزية، ثم ناس أكفاء خير منك ويعرفوا الشعب هذا خير منك، يزينا من استراتيجية ومن لغة بتاع أنا راني عامل عليك مزية، أنا مذهبية ما نشدش، أما راهو استجابة لنداء الشعب واستجابة لنداء الوطن، ما حاش تشبه فريعة، كيف انساب الرئيس المخلوع ماذا بهم يعتذروا للنظام التونسي ويعتبروا للشعب التونسي ويقولوا لنا اديو بسلامه وديجاج، مش يحطوهمنا وزر علينا، احنا الشعب التونسي اون نو تريت كوم دي سيديو، لكن احنا شعب مثقف واحنا شعب همام واحنا شعب راهو قال لا للقهر وقال لا للظلم وما هوش باش يرضى بالمسرحيه هذه، ما تكونوش انتم كميديا ناكد على هذايا، ما تكونوش انتم كميديا شريك بعد خلي من خيال شنو؟ من خيال تقولوا التهدئه ورضاو بهذايا وحتى شدان يد، هذه زينة من لغة شدان اليد، نحبوا حلول جذرية، عندنا دي جيني في تونس اللي يسيروا مش تونس، يسيروا أمريكا، عندنا في الناسا، عندنا في كل بلاصة، إيش فيهم هذوما ما يجموش يسيروا حكومة 6 شهور؟ أكيد اللي عنده خلفية سياسية، ما حاش ليش بيه في الحكومة، علاش؟ على خاطر مش يخدم مصالحه السياسية، مش بيخدم الشعب هذايا، شي تقول لي هذوما وجوه معروفة؟ هذوما وجوه معروفة مش يخدم 6 شهور باش نلقاه في انتخابات رئاسية باش نلقاه في انتخابات برلمانية، هذوما مش بيسيروا الحكومة لصالح الشعب، هذوما مش سيروا الحكومة لمصلحتهم هما الشخصية، وبالتالي نحبوا حكومة إنقاذ وطني، حكومة متكونة من عباد أكفاء مستقلين، وهذا هو، وتحية تونس ويحيى الشعب.